بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم سوف نتطرق كيفية رقية الماء نفسك بنفسك في المنزل. أحضر سطل شفاف. من شروط الرقية السطل يكون شفاف أبيض طاهر وماء طاهر. ثم تبدأ على بركة الله بالفاتحة، فهي رأس القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نقول افتراه بل هو الحق من ربك تنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون. هكذا تقرأ الآيات، كل آية لها وظيفتها ولا اختصاصها بأمر الله. مثلا عندنا سورة الفلق للحسد، سورة الناس للشيطان والوسوسة، آية الكرسي لحفظ من الشياطين الجن الغواص والطيار والأنواع الجن، هناك سباسب وتواقيف. ثم عندنا سورة الدخان لكشف الأعداء وكشف الظالمين والسحرة. ثم عندنا سورة قاف من أجل القارين. ثم عندنا هكذا، هذه طريقة الرقية. ثم تحضر عرعارا وملحا وورق السدر، ثم تضعهم في هذا الماء، ثم تستحم به، ثم تقوم برش عتبة الأبواب، ثم سيارة، دراجة نارية، دراجة عادية، أي ملكية لك تقوم برشها بإذن الله، والله موفق ويهدي إلى الصواب.